في الحقيقة احنا كجميع المتابعين لهذه الفاجعة هذه وجدنا نفسنا أننا محتاجين إلى الخبر، إلى متابعة ما يحصل دقيقة بدقيقة. وهذه مسألة كنعتقد بأنها مهمة جدا، لأنه في إطار الحق في الخبر، في إطار أنه كاين واحد المتابعة واللي فيها واحد الجانب إنساني كبير وواحد التعاطف، بحيث أنه كاين اللي يبقى سهران في الليل إلى الصباح كيتبع، وهذه مسائل طبيعية. لذلك من المستحب كثيرا أنه وسائل الإعلام تقوم بهذا الدور هذا ديال المتابعة ديال القضية من هذا النوع هذه. لكن للأسف سجلنا بعض الملاحظات اللي هي نقدروا نقولوا بأنها مناقضة ومنافية نهائيا لأخلاقية الصحافة. إذا فبقدر ما كانت هناك وسائل إعلام اللي أعطتنا الأخبار واللي تبعت واللي كنعتبروا بأن عملها كان جيد، بقدر ما كانت البعض، ما نقولوش الكل، البعض اللي في الحقيقة أخل بهذا الالتزام هذا. إذا ما هي الطبيعة نقولوا ديال هذه الانتهاكات؟ هي متعددة، احنا مازالين كنرصدوها وكنضبطوها وكنسجلوها، لأن احنا بالنسبة لنا الدور ديال المجلس الوطني للصحافة ماشي هو فقط أنه يرصد، ولكن يرصد وعنده مجموعة ديال الصلاحيات والاختصاصات على الصعيد القانوني باش أنه يتصدى لمثل هذه الممارسات هذه. ولكن ارتئينا أنه في البداية، لأن هذه مسطرة كتاخذ وقت اللي هو ملائم وطبيعي، ولكن ارتئينا على أنه قبل ذلك نصدر واحد البلاغ اللي ننبهوا فيه واللي ندعوا فيه مختلف وسائل الإعلام إلى أنها فعلا تغطي هذه القضية، تعطيها الحجم ديالها، ولكن في نفس الوقت تلتزم بالأخلاقيات. كنعتبروا أنه في مثل هذه الحالات ديال المآسي الإنسانية، ديال الفواجع، ديال الأزمات، فين كتكون محك حقيقي لمدى التزام الصحفيين بالأخلاقيات وبأداب هذه المهنة هذه اللي هي مهنة نبيلة واللي مبنية على مبادئ. ما هي طبيعة الخروقات اللي سجلنا لحد الآن؟ اللي سجلنا هو أنه أولا في الحقيقة المسألة ديال التصوير ديال الطفل وهو في وجهه دامي وبذاك الطريقة، هذه فيها أولا كنعرفوا أنه مثل هذه الصور هذه بالنسبة للعائلات صعيبة، للمشاعر العائلات والناس بصفة عامة، ولكن خاصة أن هذا طفل وكاين الحق في الصورة. إذا هذه مسألة أولى اللي كنعتبروا أنه كان فيها انتهاك. المسألة كذلك الثانية هو أنه بالإضافة إلى هذا الطفل القصير، كاين اللي مشى سجل مع قصيرين، كاين اللي وكنعرفوا على أن الأطفال القصيرين ما يمكنلكش تمشي وتبقى تسجل معهم، خاصة في ظروف من هذا النوع هذا. كاين هناك الأولياء الأمور ديالهم، وكاين مجموعة ديال الاحتياطات وديال الاحترازات اللي هي أخلاقية واللي هي قانونية لابد أن تحترم. كاين كذلك المسألة اللي سجلناها هو استغلال الضعف الإنساني، لحظات الضعف الإنساني خاصة مع الأسرة ومع العائلة، واللي كيتطرح لها أسئلة اللي يستشف منها ومن تغطية أن الهدف منها هو تجاري بحت، وأن الهدف هو رفع المشاهدات، أن الهدف من واحد خلال مجموعة ديال العمليات هو الهدف منه تجاري ميركانتيلي. وهذه مسألة في الحقيقة مؤسفة. وماشي غير حنا سجلناها، هادشي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي تنبيهات كثيرة، استنكار كان شديد من طرف عدد ديال الناس اللي كيعبروا في الفيسبوك. كذلك وصلتنا مراسلات البارح واليوم من عدد من المواطنين اللي هي على الايميل ديالنا الخاص ديال المجلس الوطني للصحافة، اللي كيستنكروا هذا الامر وكيعتبروا على انه المجلس لابد ان يقوم بدوره. كاين عدد من الزميلات والزملاء اللي تواصلوا معي انا مباشرة ومع اعضاء وعضوات في الواتساب وفي غيره. اذا احنا هذا العمل هذا ديال التنبيه في وسائل التواصل الاجتماعي او ما توصلنا به من ايميلات ومن اتصالات مهم بالنسبة لنا وايجابي جدا، لأنه يعبر على أنه كاين هناك واحد التوجه لدى، ما نقدرش نقول ما عنديش إحصائية، جزء من المجتمع اللي كيعتبر أنه لا بد من احترام الأخلاقيات، لا بد من أن الصحافة تلتزم بالقواعد ديال العمل المهني. أنا كنعتبر هذه مسألة إيجابية، هذه الدعوات من هذا النوع، هذه الإرادة اللي كيتم التعبير عليها مسألة إيجابية جدا. إذا احنا في هذه اللحظات الصعبة
ديال المآسي الإنسانية، فاش خصنا نقدموا دروس في أخلاقية الصحافة وفي المهنة. ما كنعممش، لأنه أغلبية وسائل الإعلام اللي هي محترفة قامت بدور اللي هو إيجابي، ولكن هناك البعض اللي كنتمنوا أنه يتخلى على هذا النوع الممارسات اللي هي تتاجر في المآسي الإنسانية، تتاجر بالصحافة، تعتبر أن الصحافة هي عبارة عن تجارة وارتزاق. وإحنا طبعا سنتصدى طبقا للقانون لما قد يكون يستحق المتابعة.